معكم الشاف صلاح البتني. اليوم راح نحضر معكم وصفة جديدة اللي هي بريوش محشي أو بريوشات صغار محشيين بالشيكولا بمناسبة الدخول المدرسي. كما نعرفوا احنا الأطفال تاعنا يحبوا بزاف حوايج كيما هذو. خلينا نمر طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجوها في هذه الوصفة. أول حاجة أنا راح نعطيكم مقادير يعني بالحاجة، مانيش نعطيهم لكم كامل ضربة واحدة. أول حاجة عندي هنا كاس حليب، كاس حليب عادي يعني موج دافي، وعندي نص كاس انت الماء، نص كاس انت الماء. ايضا عندي هنا زوج مغارف تأكل ونص زبدة، ملعقة ثانية، ونزيد نص ونحطهم على النار هذو حتى تذوب الزبدة تاعنا ويدفالي الخليط. من جهة اخرى نحكم كاسرونة كيما هذه او ريسيبيون، ندير فيها كاس نتاع فرينة، كاس واحد فريد، ونزيد معاه 3 ملاعق نتاع اكل سكر، واحدة 2 3. كما نعرفو حنا البريوش يجي فيه شوية سكر زايد. عندي ايضا ملعقة نتاع اكل خميرة نتاع الخبز، وبطبيعة الحال الملح باش ما يجيش صامت. نخلط هاد المكونات الجافة مع بعض، وراح نضيف بيضة واحدة، نزيد نضيف بيضة، راح نبدأ نضيف هذاك الخليط بالتدريج. بسم الله، راهو شوية سخون، حاولوا ما تخليوش يسخن بزاف، لأنه إذا كان سخون شويه راح يحرق لي هذيك الخميره وما هيش راح تتفاعل معانا. انا راح نضيف الخليط هذا كامل مع المكونات الجافه، ومن بعدها راح نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على القوام اللي نحتاجه انا. دركا لهنا راح نبدا نضيف الفرينه بالتدريج بعد ما كملت هذاك الخليط نتاع الحليب والماء والزبده. نضيف الفرينه بالتدريج حتى تحصل على عجينة ما تكونش يابسة بزاف او شيحة، يعني بالمعنى ما تكونش شيحة بزاف، لازم تكون طرية وتتماسك شوية في الايد. ندلكوها ومن بعد نحطها ترتاح. انا دوك راح نضيف الفرينة حتى تحصل على القوام اللي بغيتو ونرجع ليكم. بعد ما تحصلت على هذا القوام كما راكم تشوفوا يتلصق في الايد، راح ندلكها شوية بهذا الشكل. حاولوا تدلكوها حوالي دقيقة أو زوج دقائق حتى ترطب العجينة ونحطها تخمر. بعد ما تخمر إن شاء الله، يعني ما نعطيكمش الوقت المحدد، حاولوا تشوفوها كي تضاعف الحجم تاعها حوالي ربع ساعة ولا، عاودوا قسموها إلى كريات صغيرة. أنا راح نخليها دوك تخمر ونكمل معكم الفيديو. بعد ما تضاعف الحجم تاع العجين تاعنا، شوفوا كيفاش ولا، دوكا راح نحاول نقسمها الى عدة كوريات يكونوا صغار شوية في الحجم. كما قلت لكم هذو راني راح نديرهم انا الاطفال بمناسبة الدخول المدرسي. اذا نجيب كمية صغيرة كما هذه، نحاول نفتحها بايدي بهذا الشكل، ونجيب حبة تاع شيكولا، نجيب حبة تاع شيكولا نحطها في النص ونغلق عليها بهذا الشكل ونحطها. نزيد معكم واحدة اخرى، نحط الشيكولا هنا ونحاول نقفل عليها بهذا الشكل وندور حتى نتحصل على بولة كما هذه او كورية ونحطها. نكمل كامل كمية تاعي بنفس الطريقة. اذا كما راكم تشوفوا لهنا راني شكلت كوريات، انا تحصلت على 8 كوريات. كاش راح ندير؟ راح نزيد نخليهم يضاعف الحجم تاعهم مرة أخرى، ومن بعد راح ندهنهم بصفار البيض مع الحليب ونديرهم شوية جلجلانية ونفوتهم للفرن. راهم زادوا ضعف الحجم تاعهم، كاش راح ندير لهم كما قلت لكم صفار بيضة، درت له شوية حليب وراح ندير لهم الفوق هكا، يعني طريقة معروفة. دوكا راح ندير لهم شوية
زلجلان او ما يعرف بالسمسم الفوق بهذا الشكل، بما انه راهو بريوش ما نديرو السينوج، نديرو الجلجلانية. واذا ماهوش موجود ممكن نديرو شويه سكر من الفوق اللي تحبو نتوما، هذه راهو غير اختياري ماهوش اجباري. ونفوتها للفرن، الفرن تاعي راني شعلتو على 180 درجة، دائما هذه هي درجة الحرارة انا نخدم بها، يعني كل واحد يعرف الفرن تاعو. فوتها الفرن بعد ما يطيبوا ان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. درك البريوش تاعنا راهو حاضر راهو طايب، هذا وين جبدتو مازال شويه سخون، راح نخليه يبرد ومن بعد نحطو لكم في صحن التقديم ونحاول نقسم معاكم بريوشه وحده باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. البريوشه تاعنا راهم حاضرين في صحن التقديم كما قلت لكم من قبل، انا وجدتهم معاكم بمناسبه الدخول المدرسي كما نعرفوا راهو على الابواب، والاطفال تاعنا يحبوا بزاف هاد الحوايج. ممكن ديروهم الفطور صباح قبل ما يروحوا يقراو، او قهوه عصر بعد ما يرجعوا من الدراسه. هذه هي، حبيت نفتح معكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. شوفوا كيفاش جات، راهي فارسي بزاف مليحه. هذه هي، اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. انا بدوري راح نخلي لكم روابط مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيا في صندوق الوصف، الانستغرام والفيسبوك المجموعة والصفحة، وايضا راح نخلي لكم المقادير بالمضبوطة راح نخلي لكم ايضا في صندوق الوصف. نبقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحة، نتلاقاو في عدد اخر، سلام.